السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه ثالث محاضرة من محاضرات محاسبة ضريبية تحت عنوان الإعفاءات الضريبية. تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن نشأة الضريبة وتطورها، بالإضافة إلى تكلمنا أيضا عن تصنيفات الضرائب، وقلنا ضريبة نشأت منذ قديم الأزل، حيث كانت تفرض على ضريبة عامة في الأول. لا، ليس هناك ضريبة كان، ولكن في البداية بعدين كانت تفرض ضريبة عامة على الشعب، وتطورت بتطور مع تطور الحياة وظهور أنماط جديدة من الحياة. وقلنا أن الضرائب تعتبر من الموضوعات اللي كانت مصب اهتمام الكثير من الباحثين والكتاب على مر العصور، لما لها زي ما قلنا من اتصال وثيق بأوضاع المجتمعات. وقلنا بننظر أيضا للضريبة على أنها أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي بتستخدمها الدولة في إدارة شؤون البلاد، وليست مجرد جباية لتغطية النفقات العامة. وقلنا ان احنا عندنا شقين، شق نظري وشق عملي. المحاضرة الثالثة تعتبر ايضا في جانب الشق النظري، تقريبا مازال محاضرة واحدة في الشق النظري، وبعدين ندخل في الجانب العملي اللي هو الإطار التطبيقي للضرائب في ليبيا. وقلنا أن الضريبة تطورت طبعا عندها حوالي 5 مراحل. المرحلة الأولى كانت عدم الاستقرار، المرحلة الثانية كانت الاستقرار، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الحضارة وظهور الدولة، المرحلة الرابعة أو الثانية اللي هي الرابعة، المحاضرة الرابعة، المرحلة الرابعة كانت المرحلة التالية لظهور الدولة، المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الحديثة وهي المرحلة الحالية اللي احنا بصددها. وعرفنا الضريبة أنها قلنا مبلغ نقدي تفرض الدولة أو الهيئات التابعة لها على المكلفين وفقا لمقدرتهم التكاليفية جبرا وبشكل نهائي ودون مقابل، وفقا لتشريع ضريبي محدد بهدف المساهمة في تغطية النفقات العامة. وقلنا تكلمنا أيضا عن أركاب الضريبة، وميزنا بين الضريبة، الفرق بين الضريبة والأتاوة والرسم، وقلنا أهداف، أيضا أشرنا إلى أهداف الضريبة اللي قلنا هدف مالي، هدف اقتصادي، هدف اجتماعي. الهدف المالي هو إن هي بتأمن إيرادات باش تمول الخزانة العامة، الهدف الاقتصادي إنها بتشجع أو بتنظم الموارد الاقتصادية المحدودة نحو أفضل استخدام، بينما الهدف الاجتماعي وهو الهدف الأساسي اللي هو تحقيق العدالة الاجتماعية. وقلنا تكلمنا أيضا على القواعد الأساسية للضريبة، وبعدين دخلنا في ثاني محاضرة تكلمنا عن تصنيفات الضرائب، وقسمناها طبعا الى وفقا طبعا للوعاء الخاضع للضريبة. قلنا ضرائب على الاشخاص، وضرائب على الاموال، ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، وضرائب وحيدة وضرائب متعددة، ضريبة نسبية وضريبة تصاعدية، وضرائب تنازلية، واخيرا قلنا ضرائب شخصية وضرائب متعددة. الا ان المشرع الضريبي الليبي أخذ بمدخل أو نظام الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، اعتبرها هل هي ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة، وقسم الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة. الضرائب المباشرة كانت الضريبة على الدخل، والضريبة
على رأس المال وضريبة على الإنفاق، اللي هي هذه الضريبة على الإنفاق اللي هي ضرائب غير مباشرة. جو اليوم نتكلم عن موضوع ثالث مهم جدا أيضا كإيجاد إطار نظري، بحيث أن نعرف بعض المفاهيم والمصطلحات اللي ممكن يتعرض لها الطالب ويبدأ غير ملم بها، فبالتالي احنا نحاول نبسطها بقدر الامكان. اللي هي الاعفاءات من الضريبيه، طبعا بنتكلم عن شنو هو الاعفاء من الضريبي. طبعا عندنا انواع، عده انواع من الاعفاءات، زي ما قلنا عندنا اهداف اللي هو هدف مالي، هدف اقتصادي، هدف سياسي. ايضا عندنا انواع اعفاءات، اعفاء اقتصادي او اعفاء اجتماعي او اعفاء لغرض سياسي. وفيه بالاضافه الى هذه الاعفاءات نوعين آخرين من الإعفاءات، وهما الهدف منهم معالجة ظواهر سلبية موجودة في المجتمعات سواء كانت نامية أو متقدمة، ألا وهي ظاهرة تفادي الازدواج الضريبي وأيضا ظاهرة التهرب الضريبي. قلنا الإعفاء طبعا أول حاجة، الإعفاء قلنا زي ما أشرنا هو تطور، طبعا مع تطور أيضا المفهوم الضريبي، كما تطورت الضريبة مع تطور الدولة أيضا الإعفاء تطور بتطور المفهوم الضريبي نفسه. طبعا في العصور الوسطى ازداد الاهتمام بالضرائب نتيجة لزيادة الأعباء وتنوع الاحتياجات الأساسية، بالرغم من وجود طبعا مبدأ العدالة في توزيع هذه الضريبة، إلا أن التشريعات في تلك الفترة كانت تطبق بعيدا عن هذا المبدأ نتيجة التوسع في حجم الإعفاءات والامتيازات. اقتصر طبعا زي ما قلنا الالتزام بالضريبة على عامة الشعب دون غيرهم، طبقا من طبعا غيرهم من الطبقات اللي كان يتكون منها المجتمع. طبعا المجتمع كانت في طبعا الأنظمة الأوروبية كانت في تلك الفترة تعفي طبقة معينة من المجتمع وهم النبلاء ورجال الدين من دفع هذه الضرائب نتيجة لمكانتهم الاجتماعية أو أيا كانت. بينما في العصر الحديث أصبح من المفهوم أو من المطلوب أن النظام الضريبي، يعني نفهمه النظام الضريبي ونعرفه الاتجاهات في كل من الضريبة والإعفاء منها، وبنحدد التشريعات والقواعد اللي بتنظم الضريبة والإعفاء منها. وأيضا مطلوب من المشرع أن هو يحدد أهداف كل من هذه كل منهما. طبعا طبعا في حاجة تانية قلنا الإفراط، يعني بنقوله أن الإفراط في منح الإعفاءات طبعا بيؤدي إلى إرهاق أو إرهاق كاهل الوعاء الضريبي. على العكس، لما الإفراط في فرض الضرائب يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبة، إلا أنه يرهق كاهل الممول، الأمر اللي بيدفع أنه هو يتهرب في الضريبة، فبالتالي يحاول أو حاول المشرع الضريبي الليبي أنه هو يحقق نوع من التوازن بين أنه هو يحقق العدالة الاجتماعية في الوقت نفسه أنه هو يحاول يجني ضرائب لتمويل النفقات العامة أو الخزانة العامة للدولة. طبعا يجب زي ما قلنا نحقق نوع من التوازن، ان نربط بين الاعفاءات الضريبة وما مدى او مدى ما ينتظر تحقيقها من ورائها، كما يجب ان احنا نربط ايضا المدى الزمني للاعفاء ونحدد نطاقه النوعي والمكاني، بحيث يضع المشرع نظام ضريبي يتفق في طبيعته ومضمونه مع طبيعة الاعفاءات وهيكلها بما يحقق الاهداف المرجوة منها. طبعا في المحاضرة طبعا زي ما قلنا بنشير إلى شنو هو المفهوم الإعفاء من الضريبة والأغراض المختلفة لهذه الإعفاءات. يقصد بالإعفاء الضريبي عدم فرض ضريبة على دخل معين، إما بشكل دائم أو مؤقت وبشكل كلي أو جزئي، وذلك ضمن تشريع ضريبي معين أو تجمع ضريبي تصدر الجهات ذات الاختصاص.
طبعا تلجأ الدولة لهذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبمثلها مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي فإن الإعفاء الضريبي طبعا بيعني جزء من إعفاء عفوا جزء من الدخل أو كامل الدخل من الخضوع للضريبة وفقا للتشريع الضريبي نتيجة للاعتبارات اللي أشرنا إليها سابقا. أيضا نقدر نقول الإعفاء الضريبي أن الواقع المنشأ للضريبة قد تحققت، إلا أن المشرع لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية أعفى الدخل أو جزء منها أو جزء منه من الخضوع للضريبة. هذا هو المقصود بالإعفاء بشكل عام أو الإعفاء من الضريبة، أنه هو تحاول الجهة أو الدولة بتخفض زي ما نقولوا تخفيض الرسوم أو تخفيض أو إعفاء من دفع الضرائب، سواء كان لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، هنعرفها بشيء من التفصيل. طبعا جينا نتكلموا في الشق الثاني أو العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، شنو هي أنواع عفوا الإعفاءات. نقولوا أيضا قد تعفى أو الإعفاءات قلنا إحنا تقسم إلى إعفاءات اقتصادية أو إعفاءات اجتماعية أو لأغراض سياسية، وقد تكون أيضا هناك بعض الإعفاءات إعفاءات بقصد التهرب الضريبي أو بقصد تفادي ظاهرة الازدواج الضريبي. وقلنا قد تكون هذه الإعفاءات كلية، يعني بمعنى إعفاء كامل من الدخل من الضريبة، كامل الدخل من الضريبة، وقد تكون جزئية وقد تكون مؤقتة لفترة معينة، كانت إن يعفى مثلا الدخل الزراعي لمدة 10 سنوات مثلا، أو قد تكون الإعفاءات دائمة. طبعا هنا نحب نشير لنقطة، ألا وهي أن إعفاء الدخل الزراعي لمدة 10 سنوات، طبعا نعرف إحنا القانون الضريبي الليبي صدر في آخر تعديل له صدر في 2010، وبالتالي يفترض أو من المفترض أن هو تنتهي مدة هذا الإعفاء في هذه السنة اللي هي سنة 2020، إلا لحين ما يحدث إصدار حديث أو تعديل جديد في قانون الضرائب، وهو ما يتوقع صدوره، وخاصة في ظل قيام الدولة ومحاولة إصدار أو تحديد كل القوانين الخاصة بالنظام، سواء كان نظام سياسي أو نظام اقتصادي أو نظام مالي. فبالتالي من المتوقع أنه يتم تعديل قانون الضريبة في أقرب وقت ممكن. الإعفاء الأول المقصود به إعفاء لأغراض اقتصادية، طبعا ببساطة جدا زي ما قلنا إن هو الهدف منه هو اقتصادي، أي تشجيع مشاريع معينة أو كان تكون مثلا مشاريع تنموية أو مشاريع أيا كان الهدف منها، المهم يكون الهدف أو السمة الأساسية لها اللي هي فيها جانب اقتصادي. تعفي طبعا تعفى جميع بعض الدخول من الضريبة لاعتبارات تنموية وتشجيعية، وذلك حسب طبعا سياسة الدولة الليبية الاقتصادية. لذا طبعا بيرتبط هذا الإعفاء بهدف معين كجذب رؤوس الأموال أو لتشجيع زي ما قلنا نشاط معين، مثل إعفاء النشاط اللي أشرنا له سابقا النشاط الزراعي من الضريبة. أو قد ترتبط هذه الإعفاءات طبعا بمكان معين، فتعفى جميع الأنشطة داخل حدود هذا المكان رغبة من الدولة في إعمارة، وقد ترتبط بشريع رؤوس الأموال على الاستثمار في المشروعات الاقتصادية كإعفاء مدة معينة في بداية إعمار هذه المشروعات. مثلا لو نجو مثلا في سياق الدولة الليبية مثلا، إن هي تعطي إعفاءات في المناطق النائية حيث إن هي تقام فيها مشروعات اقتصادية، هذا ما يحفز المستثمرين ورؤوس الأموال سواء كانوا محليين أو دوليين إنهم يستثمروا في هالمشاريع وتحقيق عائد مرضي، في سبيل إن هي الدولة تحقق الهدف وهو هدف التنمية المكانية وغيرها من الأهداف اللي تسعى إليها الدولة. بمعنى ثاني إن هي هدف اقتصادي الدولة ترغب في تحقيقه، ما عليها إلا أن هي تستخدم هذه الميزة اللي هي ميزة الإعفاء من الضريبة. وإحنا نعرف وإحنا الضريبة إيراد للدولة، فبالتالي لما يجد المستثمرون سواء قلنا المحليين أو الدوليين هذا الإعفاء، فهذا ما يحفزهم أن هم يقيموا هذه المشاريع، بالتالي الدولة تكون حققت
هدفها الاقتصادي. بينما الأعفاء لأغراض الاجتماعية وهو الهدف الرئيسي اللي بتقوم عليه الضريبة، خاصة ضريبة الدخل، اللي هي بتحاول تحقق نوع من العدالة الضريبية أو العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. زي مفهوم الزكاة. ليش طلعت الزكاة؟ زي ما قلنا تكلمنا إن هي الزكاة تأخذ من الغني وتعطى للفقير، بحيث إن هو تصير مساواة، أو هناك مساواة بين طبقات المجتمع. يعني تأخذ من مال الغني وتعطى المال الفقير، كي زيها الضرائب بتأخذ ضريبة من أصحاب الدخول العالية أو المرتفعة إلى وتعطى إلى من ذوي الدخل المحدود بطريقة عن طريق إدارة وسيطة، وهي إدارة الدولة أو إدارة مصلحة الضرائب. وخاصة أن المشرع الضريبي الليبي أخذ نظام، قلنا نظام الضرائب التصاعدية في بعض الدخول، وذلك لتحقيق هذا الهدف، وهو فرض نسبة معينة على الدخول ذات الدخول المرتفعة، وإعطائها ومنح نسب بسيطة أو ضعيفة أو صغيرة للدخول ذات الدخل، للدخول اللي هي ما تتعداش قيمة معينة. طبعا أيضا تمنح للأفراد والجهات والمؤسسات أو المنظمات الحقوقية اللي الهدف منها ما هوش تحقيق الربح، كإعفاء المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية بقصد طبعا تشجيع الأعمال الخيرية والاجتماعية، أو بقصد تشجيع هذه الأعمال ونشر المعارف وتنمية روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. طبعا هنا في هذه الإعفاءات زي ما قلنا هي عديدة، يدخل أيضا في نوع معين من الإعفاءات اللي ممكن معظم الممولين بيتقاضوه نتيجة لوضعه الاجتماعي. طبعا يقولوا له إعفاء الحد الأدنى للمعيشة أو العائلي، يعني بيميزوا هل هو الشخص متزوج أو أعزب أو أعزب متجوز ويعول أو أرمل أو أرملة. فهنا في إعفاء تمنحه الدولة اسمها إعفاء الحد الأدنى للمعيشة، أو اللي بيدخل في إطار الأغراض الاجتماعية. أيضا بيمنح على دخول أصحاب الإعاقات والمصابين بعاهات مستديمة، ما يخضع دخلهم ما يخضعش للضريبة. وكذلك الإعفاءات الممنوحة لأصحاب الدخل المحدود اللي هم معاشات التقاعد والمساعدات يعني احنا نعرفوا ان تو الحد الأدنى للمعيشة في الدولة الليبية اللي هو 450 دينار، واللي صدر فيه قانون مفروض يزيد، لكن ما فيش حاجة، لم يتم تنفيذ هذا القانون. فمن المتوقع أنه هو يتم زيادة الحد الأدنى للمعيشة، لأن لما تجي الحقيقة تجد أنه هو ليس هو قيمة 450 دينار ليست هي الحد الأدنى للمعيشة، فبالتالي حيتم رفع الحد الأدنى للمعيشة اللي هو بتمنح عليه هذه الإعفاءات. إعفاءات لأغراض سياسية، هذا النوع الثالث من أنواع الضرائب. طبعا تجيز الدولة مجموعة من الإعفاءات من الضرائب تتعلق بعلاقتها مع دول مختلفة، واللي بتنظمها قوانين ومعاهدات واتفاق دولية. قد تكون دول الجوار، مثلا ناخذ دول المغرب العربي او اقليم المغرب العربي، لو هناك في اتفاقيات واللي هي موجودة مفترض اقليم او اقليم المغرب العربي او دول المغرب العربي، هناك هذه الدول في تناغم وانسجام بين في نقاط عديدة مشتركة بين هذه الدول، فبالتالي قد تتفق هذه الدول بإعفاءات لأغراض مثلا إن هي نتيجة لأنها دول جوار أو أي هدف سياسي كان أو لبي تحقيقه. أو فيه أيضا عندنا نوع ثاني من الإعفاء اللي هو السلك الدبلوماسي. طبعا قلنا بالتالي تعتبر هذه الإعفاءات اللي بتمنح بهدف توثيق الروابط السياسية بين الدول والدولة الأخرى. طبعا إعفاءاتها طبعا إعفاء رجال السلك الدبلوماسي اللي هم رجال اللي في السفارات أو الموظفين اللي يخدموا في السفارات في دول
في دول أخرى نتيجة إن هي تبي تربط أو توثق العقد. كذلك الحال بالنسبة للدولة ليبيا، قد تمنح هذه الإعفاءات للدبلوماسيين الموجود في نطاق الدولة الليبية. إعفاءات قلنا قد تقرر باتفاقية معاهدة دولية نتيجة لأوضاع معينة، مثلا على سبيل المثال دول المغرب العربي في سبيل تحقيق هدف وحدة هذه الدول. هذا هو النوع الثالث من أنواع الإعفاءات لأغراض سياسية. النوع الرابع من الإعفاءات اللي هو إعفاء يمنح في سبيل معالجة ظاهرة سلبية، وهو ظاهرة الإزواج الضريبي الذي قد تحدث على الدخول، سواء اللي خضعت لضريبة خارج الدولة أو لدخول خضعت داخل الدولة، ولكن نتيجة لظرف ما حدث الزواج الضريبي، فبالتالي تحاول إن هي الدولة تصدر إعفاء للدخل اللي بيتعرض للازدواج لهذه الظاهرة. طبعا شو بيقصد بالازدواج؟ بتفرض، يعني بيقصد به إن هو فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على نفس الممول أو عن نفس الدخل عن نفس المدة. هذه هي المقصود بها. لو إن دخل ما خضع لضريبة، خلاص تحاول الدولة تعرف إن هو الدخل هو خضع لضريبة، بالتالي تمنح إعفاء للممول وإذا كان الدخل أو كان في نفس المدة. طبعا الازدواج قد يكون داخلي أو قد يكون خارجي. يقصد بالازدواج الداخلي، طبعا قد يكون مقصود أو غير مقصود، يقصد بالداخلي هو بالهدف الحصول على إيرادات لتعديل النظام الضريبي، إن هو تقوم الدولة بمنح أو بفرض ضريبة على دخل مرتين في سبيل تحقيق هدف الحصول على إيرادات أو لتعديل النظام الضريبي. أو داخلي غير مقصود اللي هو تمارس أكثر من جهة فرض ضريبة، كما يحصل في الحكومات الاتحادية والمركزية، يمشي يدفع ضريبة في الإقليم وبالتالي يجي على مستوى الدولة يدفع ضريبة مرة أخرى. هذا يعتبر إعفاء أو عفوا ازدواج ضريبي غير مقصود. بينما الازدواج الخارجي فهو فرض ضريبة أو تفرض الدولة ضريبة وفقا لحاجتها ونظمها دون مراعاة تشريعات الضريبة الأخرى. يعني لو موجود في ضريبة، لو دخل ما خضع لضريبة خارج الدولة، قد تشعر أو قد تعرف أنه هو دخل وخضع للضريبة، فبالتالي إن هي عندها حاجة معينة تبي تحققها، بالتالي تفرض هذه الضريبة مرة أخرى، وبالتالي تحدث ظاهرة الزواج الضريبي. طبعا نعرف إن هي الكل يعرف ظاهرة الزواج الضريبي لها آثارها السلبية، يعني هي بتمثل طبعا عقبة أساسية أمام استقطاب رؤوس الأموال. يعني عادة الضرائب تعتبر وسيلة لجذب رؤوس الأموال أو عكس ذلك. يعني لو أن هي الدولة ما تبيش رؤوس الأموال، فتزيد معدل الضريبة، فتجد كل رؤوس الأموال لا تهدف أنها تستثمر، بالإضافة إلى رؤوس الأموال الموجودة داخلية قد تغادر هذه الدولة، فبالتالي الدولة تتحكم في سياستها. ماذا تريد الدولة؟ فإذا كانت تبي رؤوس الأموال، هي تخفض أو تعطي إعفاءات ضريبية. إذا كانت ما هوش هدفها ان هي رؤوس الاموال، فبالتالي تزيد مهامش الضريبه، معنى ذلك مش ما تبيش تنفر او عفوا غير راغبه في رؤوس الاموال، لا على العكس عندها هدف ثاني اولى او اهم ان هي تبي تحققه، فبالتالي ترفع نسبه الضريبه حتى تاخذ حسب ما تراه مناسب. طبعا قلنا احنا نعرفه ونزيد نشيره ان هو الزواج الضريبي
منافيا لأس العدالة الضريبية، الأمر اللي يدفع بالمولين للتهرب إلى استخدام الأسلوب الثاني اللي هو أو الظاهرة الثانية، الظاهرة السلبية، اللي هي أنهم يتهربوا من الضريبي. وأيضا يعد الزواج ضريبي منافية لأس الضريبي، الأمر يدفع بهم أنهم يتهربوا من الضرائب. لذا فإن الأنظمة الضريبية الحديثة تستخدم الإعفاءات لمعالجة هذه الظاهرة داخليا وتلافي الوقوع فيها، منها مثل إعفاء أرباح الأسهم اللي بتوزعها الشركات المسماة، باعتبار أن هذه الضريبة فرضت على هذه الأرباح قبل التوزيع. هذا المقصود به، مثلا نجي نشوفه، هذا هو الزواج الضريبي. أما فيما يتعلق بالزواج خارجي والدولة، فيتم معالجة دوليا بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية تتم بين الدول نفسها. هذا كل ما يتعلق بظاهرة الزواج الضريبي. نجو نشوف الظاهرة السلبية اللي تكاد تكون موجودة في كل دول العالم، زي ما قلنا، دواء صناعية أو دولة نامية أو دول العالم الثالث، هو تخلص الممول من التزامه القانوني بعدم دفع ضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا. طبعا بيتبع طرق وأساليب احتيالية مخالفة للقانون، اللي بيكون المشرع تجنب الضريبة بشكل قانوني، كان يعلم الممول أن هناك سلعة ما فرضت عليها ضريبة غير مباشرة، فهمت أنا عن شرائها وتجنبها. هذا قد يكون، هذه هي تهرب ضريبي. أو قد يكون هناك نشاط، نقوله تهرب ضريبي مشروع نسميه، أو قد يعلم أن هناك نشاط ما لا يخضع للضريبة فيمارس ويستثمر فيه أموالك المشروعات الزراعية. هذا نقول عليه، لو سمينا أو نصح التعبير، تهرب ضريبي مشروع. ويوجد ثغرة في التشريع الضريبي ينفذ منها للابتعاد عن مجال الضريبة. هذا وقد يكون طبعا غير مشروع، إنه هو بيخالف القانون الضريبي، كالتهرب عند ربط الضريبة وعدم تقديم إقرارات ضريبية، أو يقدم إقرار لكن لا يحتوي على البيانات الغير صحيحة بغرض التهرب من دفع الضريبة. وبيعالج الموضوع، حوي حاجة اسمها موضوع لو أمكن هناخدوه، حاجة اسمها الفحص الضريبي. هناك عدة طرق وأساليب اللي هي بتمارسها الإدارة الضريبية أو الجهة ذات الاختصاص مصلحة الضرائب، إن هي بتعرف هل هو الإقرارات اللي قدمها الممول صحيحة وغير يعني ودقيقة يعني، فبالتالي بتعرف إن هي هل هو الممول دفع الضريبة أم لا. في حالة رفضه، في أساليب أخرى أيضا تساعد أو تعرفها الإدارة مناسبة لجباية الضريبة بقدر الإمكان، وهم حاليا حاصل في ليبيا، إن هي مصلحة الضرائب تفرض على الشركات أو أي جهة أو أي معاملة بتتم لازم من شهادة الدفع الضريبي. ولكن للأسف ما زال في قصور في ممارسة هذا الإجراء، نتيجة إن هو الشركات تتهرب بطرق أخرى لدفع أو تدفع في ضرائب مبالغ رمزية في سبيل الحصول على هذا المستند. فبالتالي هناك يعتبر قصور في هذا الإجراء. طبعا بتعتبر زي ما قلنا ظاهرة التهرب الضريبي من أهم المشاكل اللي بتواجه الإدارة في كافة على مستوى دول العالم. بتختلف حدة هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الطرق والوسائل المستخدمة لمكافحتها. بعدين بتعتبر طبعا الإعفاءات، فبالتالي جت الإعفاءات، يعني جاء موضوع الإعفاءات بحيث أنها تعتبر وسيلة بتستخدمها الجهات ذات الاختصاص للحد من هذه الضريبة في سبيل تحقيق معالجة هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال، طبعا على سبيل الحصر، على سبيل المثال للحصر، قد تمنح نسبة معينة من الإعفاء للممولين
اللي هم يلتزموا بتقديم قراراتهم الضريبية في موعدها المحدد قانونا وبشكل دائم ومستمر، تشجيع ليهم وتمييزهم عن الممولين غير الملتزمين. بالتالي نكون يعني انهينا هذه المحاضرة اللي تتكلم عن الإعفاءات الضريبية، واللي قلنا محاضرة تدخل في الجانب النظري للمقرر محاسبة ضريبية. تكلمنا طبعا عن شن هي الإعفاءات الضريبية، وقلنا هو عدم فرض ضريبة على دخل معين إما بشكل دائم أو مؤقت وبشكل كلي أو جزئي، وذلك ضمن التشريع الضريبي. بتلجأ الدولة لهذا الأمر باعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلائم مع ظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. قلنا في 3 أنواع من الإعفاءات: إعفاءات لأغراض اقتصادية، إعفاءات عفوا 5 إعفاءات: إعفاءات لأغراض اقتصادية، إعفاءات لأغراض اجتماعية، إعفاءات لأغراض سياسية. في إعفاءين آخرين القصد منهم معالجة ظاهرتين سلبيتين ألا وهما إعفاءات بقصد تفادي الازدواج الضريبي، وفي إعفاء يمنح بقصد ان هو التهرب الضريبي. لو لاحظوا ان هناك الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي ظاهرتين مرتبطين ببعض، فعندما يحدث الازدواج الضريبي طبعا يحدث التهرب الضريبي لعدة اسباب، منها ان هو في ازدواج ضريبي على الممول نفسه، ومنها قد يكون مشروع، ومنها النوع الثالث اللي هو قد يكون غير مشروع اللي هو الهدف منها عدم تقديم اقرار الضريبة، وهذا يعتبر اشد انواع التهرب الضريبي اللي بينهك فعلا كاهل الدولة او بيخسر الدولة ايرادات هي كانت مفترض انها هي تجنيها. بينما لما نجي ظاهرة الازدواج الضريبي الهدف منها نقدر نعالجه، احنا نمنح اعفاءات بحيث انه ما يحدثش ازدواج ضريبي، بحيث ان احنا نقلله من الاشخاص او الممولين اللي هم يتهربوا من الضرائب. التهرب الضرائب المشروع اللي هو التهرب الضريبي، اللي هو الدولة عفوا تمنح إعفاء معين لنصف في فترة معينة في مكان معين، وبالتالي المستثمرين أو الناس المولين يلجؤوا لهالمشاريع يستثمروا هنا بحيث أنهم ما يدفعوش ضريبة، وهو ما يحقق هدف الدولة هي تحقيق مثلا زي ما قلنا التنمية المكانية في دول في مناطق غير نائية أو نائية عفوا. فيه ظاهرة أخرى أو موجودة ليست موجودة في الدولة الليبية، لا وهي ظاهرة يقولوا لها دول الملاذ الضريبي، اللي هي الدول اللي فيها إعفاءات نسبة الإعفاءات معدل الضريبة فيها ضعيف جدا، فبالتالي تحاول إن هي تذهب أو معظم الشركات تستثمر تضع استثماراتها في هذه الدول، أو تستخدم التهرب الضريبي إن هي تمارس نشاطها في دولة معدل الضريبة بتاعها عالي، فبالتالي تحول أرباحها لدول ذات الملاذ الضريبي اللي هي فيها نسبة معدل الضريبة ضعيف نسبيا، وبالتالي يكون مارست التهرب الضريبي. طبعا موضوع التهرب الضريبي موضوع كبير جدا احتاج إلى حتى محاضرة لوحدها، لكن احنا اللي يهمنا نعرف هذا المفهوم عشان يقصد به، بحيث انه هو الطالب لما يتخرج يبدأ على دراية بهذا الأسلوب، يحاول قدر الإمكان يطور طرق وأساليب لعالجة هذه الظاهرة، في التالي بحيث انه هو الأمر اللي بيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وتغطية النفقات العامة للدولة. هيك نقول شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة، واللي هي تحت عنوان محاضرة أو محاور التحاسب الضريبي، واللي هي حتكون آخر محاضرة في الجانب النظري. المحاضرة من المحاضرة الخامسة إلى المحاضرة آخر محاضرة حتكون مواضيع ذات جانب تطبيقي تحتوي على أمثلة عملية. زي ما قلنا معظم ضرائب الدخل معظم عفوا محاسبة الضريبة تتكلم عن نوعين أو 3 أنواع من الضرائب، وهم ضريبة الدخل، ضريبة الجهاد، ضريبة الصندوق القومي الفلسطيني. ضريبة الدخل تهم سواء كانت طبعا عندنا
ضريبة الأجور، ضريبة المرتبات، ضريبة الشركات وغيرها من الضرائب، بينما ضريبة الجهاد بتخضع لجميع الدخول اللي بتخضع عليها ضريبة الدخل. ضريبة الصندوق القومي الفلسطيني فقط معنية بالمواطنين الفلسطينيين اللي يخدموا في سياق الدولة الليبية، حتكون لهم ضريبة خاصة بهم. شكرا مجددا لحسن استماعكم، وأتمنى لكم التوفيق.